الله أوجعت قلوبنا. لا بالعكس الله يسلمك. صاحب الكمان الساحر الأستاذ أنور حريري، شرفتنا في وينك. الله يسلمك، الشرف لي أنا أن أكون في برنامج متميز، أن أكون في برنامج يطرح فكر ويتساءل عن الغائبين. إن شاء الله ما تغيب وأنت حاضر من في أعمالك وحاضر في ذاكرتنا، ويعني ما أدري شو أقول لك بعد ما سمعت، يعني خلاص أفكاري راحت بعيد معك. الله يسلمك. السؤالنا الأول وينك؟ أي أنا موجود، موجود في هذا العالم الوسيع، إلا أنا أمثل فيه جزء صغير جدا، لكن حتى بحجمي الصغير هذا في الكون اللي هو غير مؤثر لازم يكون لي دور. فلما حسيت أني ما موجود لي دور اختفيت، لما حسيت أنه لازم يكون لي دور لازم أكون في وينك مرة أخرى، فإن شاء الله بعود عن طريق. شرفتنا اليوم. أنا أعرف أنه أنت ما تظهر في الإعلام ولا تظهر في اللقاءات كثير. أنا قضيت فترة بعد خروجي من القاهرة سنة 2003، أنا عشت في مصر من 1984 ل 2003 مرة واحدة، وطبعا قبل كنت رحت مصر قبل واشتغلت مع المرحوم عبد الحليم حافظ والفنانة وردة سنة 76، لكن هذه كانت رحلتي الثانية بال 84. فلما رجعت سنة 2003 قررت أني أنا أنسحب من الوسط الموسيقي والوسط الفني وأبتعد عن كمان الساحر اللي أنا بعشقه طول عمري. قررت أن ألجأ إلى دبي، البلد العربي اللي كان يعني منفتح على الدنيا وعلى العالم، وفي نفس الوقت أبعدني عما أنا يعني يشغلني ويتعبني ويأثر فيني ويحزنني. ولذلك كان دخولي حزين في بداية البرنامج، لأني أنا الحمد لله بأخذ هذا البرنامج كمفتاح من الحزن إلى السعادة. إن شاء الله كل أيامك فرح وسعادة. سبب الغياب كان تعرضت لعارض صحي، مرض. الحمد لله. والحمد لله الحين أنت ما فيك إن شاء الله إلا العافية وانتصرت على هذا المرض. والله أنا لم أنتصر، هو رب العالمين لطف بي، بس أنا لم أنتصر على شيء ولا أستطيع أن أنتصر على شيء أصلا، لكن هي كانت بلاء من رب العالمين. دايما رب العالمين يقدر لنا الأقدار اللي هو كاتبها علينا. فلما ابتليت بانه عرفت بانه عندي ورم في الدماغ، طبعا كنت في موقف قاسي جدا، كان اول فهم لي للموضوع اني انا وقعت في شيء لا يمكنني ولا استطيع شراءه رغم كل ما املك من مال، لا انا ولا غيري، اللي هو الصحه والسلامه. فالصحه والسلامه هي بيد رب العالمين. فتوجهت وانا طالع من عند اول دكتور وصف لي حالتي وصعوبتها وخطورتها، توجهت إلى الله في السماء، طلبت منه أن يكون مكافأتي فيما حصلت عليه من الأيام السابقة هو الستر والصحة وحسن الخاتمة. وعدته في حال أن أنا يعني عديت الأزمة أن أنا أستخدم عملي اللي بعد هذا الموضوع فيما يفيد الآخرين قبل ما يفيدني. فمشيت مرحلة طويلة جميلة، ستر الله فيها علي ولطف بي وأنقذني بطريقة من معجزات رب العالمين. وأنا عملت عملية جراحية في دماغي فاشلة ونجوت بفضل الله رب العالمين، وأنا طبيعي من سنة 2001 إلى أن قررت في 2003 أنه كان صار الوقت أنه أبعد وأوفي بوعدي مع رب العالمين. فابتعدت من 2003 إلى 2014 تقريباً 2015، جيت دبي وعشت في دبي كمعتزل، كنت جالس على القهوة ألعب ورقة وألعب طاولة وأتسلى مع أصحابي ومع الناس وكذا بتاع. إلى أن قبل 3-4 سنوات أحسست أنه صار الوقت أنه أنا أساعد، أمد يدي أساعد، أقول كلمتي، أوري العالم أنه الإنسان السوري، الإنسان العربي السوري ما هواش إرهابي وما هواش مجرم وما هواش بيقتل بعضه. إحنا ناس متحضرين مثقفين، إحنا ناس عندنا الحضارة والعلوم والموسيقى وكل شيء في بلادنا، وعندنا المحبة مع
وعن التآخي. طول عمرنا طوائف، طول عمرنا ما بنخلص في بعض. أنا واحد من الناس اللي متزوج من طائفة أخرى ومخلف بنت وبعتز فيهم وفي الطائفة وفي البنت وبعتز بكل السوريين. فإحنا ما إحنا بتوع حرب ولا إحنا بتوع إجرام. داعش والنصرة ما هم إلا اختلاق أجهزة ما لها علاقة بالشعب إطلاقا وما لها علاقة بالسوريين إطلاقا، هي لغايات سياسية. في كل الحالات صار أنا بحب إنه يكون عندي صوت، إنه أقول نحن السوريين أهل حضارة وسلام ومحبة، ما لنا أهل حرب ولا لنا أهل تطرف ولا لنا أهل. قررت إنه ما تعود لسوريا بعد عام 2007. 2007 حصل معي موقف صغير يعني الحقيقة أثر فيني تماما. وكنت أنا قبل 2007 فقدت والدتي اللي هي كانت الرابط الأول اللي في الوطن، فقررت ما أدخل دمشق لأنه وجعني قلبي على موظف غلبان في السجل المدني. الحقيقة أنا كنت يعني بهذاك الوقت يعني حابب أعمل بطاقة أيدي لبنتي الكبيرة، فقالوا لي لازم تروح المختار وتعمل يعني لفة شوية فمتعبة، فبدل التعب دخلت قلت لهم مين يحب يخدمني في هذا الموضوع يخلصوا لي وياخذ اللي هو يعجبه. فشاور لي من بعيد عمل لي كذا، افتكرته يقول لي يعني 3000 ليرة، فقلت له كذا، فجالي خلصني وخلص الأوراق، فرفعت من جيبي بعطيه 5000 ليرة هي تعادل 100 دولار. أنا بالنسبة لي لما يقضي عني الأشياء هذه كتر الله خيره يعني وفر علي تعب وجهد. فجيت بدي قال زي ما وعدتني 500، قال لي 500 ليرة صدمني. 500 ليرة يعني 10 دولار، يطلب مني 10 دولار عشان يقوم بهذه المهمة. هذا الموقف حسيت أني أنا شو مسوين في سوريا، يعني المواطن وين صار، الناس صارت كلها بصراحة عندنا في سوريا بسبب ضغط معين ما تحسوا بها السياسيين، وصل أن الناس صعبة معيشتها، أمورها صعبة، الأمور الصعبة تدفع الناس إلى الغلط. فلما لقيت واحد نظيف ما هو ماشي في الغلط بس بيحاول يأمن نفسه سألت. كان عندك موقف سياسي مع لا لا ما كان في موقف سياسي يخليك أنه تطلع من سوريا؟ أنا عمري ما حاولت ما عملت موقف سياسي. يعني كان خروجك برغبة شخصية منك أنه أنت خلاص في الحالة الأخيرة 2007 2003 2007 بس 1984 خرجت موقف سياسي، يعني موقف مش سياسي فني في نقاط فنانين بس كان لازم أطلع من دمشق وإلا بيعملوا لي شيء سيء. يعني إيش هو رفضت لا تعزف في لا أسقط لا 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 أسقط فيها قائمة الجبهة الوطنية التقدمية اللي هي بحطها حزب البعث، أسقطتهم في الانتخابات ونجحوا القائمة بتوعي. فلما نجحوا القائمة بتوعي اتكلم رئيس الجلسة اللي هو المسؤول عن الانتخابات بشكل مباشر وعلني، قال لا يمكن شخص يقلب الانتخابات رأساً على عقب، هذا لابد تنظيم ضد الدولة ضد الكذا، سواني إرهابي في لحظة عشان فزت في الانتخابات. فالتفت دريد لحام كان هو نقيب الفنانين اللي تنتهي ولايته، فقال ما بسمح لك تحكي هذا الكلام للأستاذ خضر الشعار اللي هو كان مدير عام مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في سوريا، قال له ما اسمح لك تقول هذا الكلام لأني ما عندنا ولا واحد في نقابة الفنانين طلع له علاقة بشيء ضد الدولة. فبكل صفاقة قال له لو سمحت تفضل انزل برا انتهت ولايتك مع السلامة انت. وانت طلعت بعدها وانا طلعت الى مكان اختفيت فيه 3 أيام ورحت مصر. انت كنت ترفض تعزف في بعض المناسبات لرئيس الدولة؟ رفضت مش كل أعزف، يعني هم بطبيعة الحال عندنا في سوريا تقليد جميل أن يوم يكون في عندنا مهمة للدولة ما يعطونا فلوس، إحنا نشتغل زي صخرة زي عمال الصخرة. بس وين كن نشتغل؟ يعني أنت تشتغل في المكان الفلاني، فلان يشتغل في المكان الفلاني، يبعثوا يفرغوك، يعني يبعثوا لصاحب مكانه إحنا محتاجين أنور الحريري فابعتهن، فهو يدفع أجري وهم يشغلوني عندهم. فهذا الكلام أنا ما كنت أقبله. ومرة أنه تعزف بالشارع، تعزف في حديقة للرئيس للرئيس إيه؟ قلت لهم لا أنا ما أعزف في حديقة ما أعزف في شارع. ليه؟ شوفوا أي أحد تاني، لأن أنا فنان محترم أريد أحتفل بالرئيس، تريدوا تحطوني في الحديقة أوكي أعملوا مسرح في الحديقة وعملوا شيء محترم وبتاع وأنا أوقف أعزف، إنما يعني أجلس مشرد في الحديقة أعزف كده عشان فرحان؟ فرحان بمين؟ أنا لي كرامتي أيضا. وقلت لهم جيبوا أي حد. فهم لما يشوفوا المواقف دي، انا دي مش مواقف سياسيه طبعا ما لها علاقه موقف له علاقه بكرامتي وكذا، لكن لما يشوفوا هاي المواقف
ما يريدون حد يتكلم بالطريقة دي، يريدون إنسان يعني كنت تبحث إنه يحترموك كفنان طبعا وكإنسان طبعا، لأن أنا من أنا صغير جدا بديت في الفن، يعني أنا تعلمت الكمانجة وأنا عندي 4-5 سنوات فأتخرجت من معهد حلب وأنا عندي 13 سنة وأنا في مستوى عازف محترف على مستوى الوطن العربي، وهذا المستوى دخلني الفرقة المسيحية وأنا عندي 18 سنة بالصدفة، فإذا أستحق الاحترام، ولا زلت حتى اليوم أنا بقول إن أنا أجعل الناس تحترمني باحترامي لذاتي أولا، باحترامي العملي أولا، باحترامي لتعاملي مع الآخرين أولا، فالإنسانية مربوطة بالاحترام والتعامل مربوط بالاحترام، فلما هم يطلبوا مننا شيء إن غير محترم وأنا فنان محترم ترفض يكون لك موقف، يعني أكيد كل إنسان لازم يكون له موقف أو رأي فيما يفعل، فأنت تطلب مني طلب لازم أنا وافق عليه وأحس أنه طلب ما هو مزعج بالنسبة يعني يكون في احترام لشخصيتك الفنية طبعاً. هذا بس شيء عادي. جميل أبو عبير، خليني أرجع معك شوي لحلب، وأنت من مواليد حلب. يا سلام على حلب وأيام حلب والطفولة هناك، الذكريات الأولى إيش تحمل ملامح ذاكرتك منها؟ ملامح الأسرة جميلة، البلد كان يعني ما نحس بأي شيء أكثر من إن إحنا عايشين ومبسوطين وكويسين حتى في حالنا الفقير، والدنيا حلوة كان بسيطة وحلوة، ولا زالت حلب حلب تعتبر من المنارات الثقافية الغنائية الموسيقية في العالم العربي. هي تعلمت فيها أنت بداية العزف على الكمان؟ طبعاً تعلمت فيها بداية العزف على الكمان وأنا عندي 4-5 سنوات وما قدرت أدخل المعهد، علمني أخوي الكبير الله يخليه لي كوالد ويطول في عمره، أخوي علاء، أخوي علاء زي والد، علمني من سن 4 سنوات لسن 6 سنوات أو 6 وشوية ودخلني بعدين المعهد إلى أن تخرجت عندي 13 سنة. الوالد كان مؤذن؟ الوالد كان مؤذن جامع وكان متضايق أن احنا نعزف أو كلنا أخواتي صرنا نعزف، فكان يعتقد أنه أو مش هو المجتمع، ممكن جدك أيضا كان إمام، جدي كان إمام جامع وكان مؤذن قبل، أسرة محافظة تبقى. أسرة محافظة تماما، لكن كان الدين طول عمره عندنا ولا زال الآن في العالم كله، الدين دائما مرتبط بالإنشاد الديني، مرتبط بترتيل القرآن، مرتبط بالموسيقى، مرتبطة أصلا بالدين في كل الأديان. عارض في البداية أنه أنت طبعا ما عارض، يعني مش عارض بشكل مباشر لأنه هو يعني ما تدخل بهذا، كان يدعي لرب العالمين أنه يغنينا عن هذا العمل ويبعدنا عنه، ويدعي أنه هو ما يشوفنا موسيقيا، لكن بعدين أصبح يفتخر فيك. الحقيقة مش بس هو، الحمد لله يعني قدرت أنا خلال سنوات عملي وطلعت في بداية قوية جدا، قدرت أني أخلي مش بس يعني والدي يفتخر فيني، خليت حتى أهل المنطقة الحارة المجتمع كلهم يفتخرون فيني في سوريا، وأنا سعيد بذلك. جميل. ونحن أيضا نفتخر فيك الله أستاذنا القدير في يعني كاسم وكموسيقي الله من أكبر الموسيقيين العرب. خلينا نختم محورنا هذا طلب نسمع منك شيء، سواء نعود فيه إلى حلب أو نعود فيه إلى سوريا، ما يجي في بالك. جميل. أنا في مقطع صغير بيحسسني بالأمل، مقطع سوري لأغنية بسيطة اسمها زين المرجي والمرجي لينا شامنا فرجي وهي مزينة، إن شاء الله بيجي اليوم القريب اللي بنزينها. Thank you.
أستاذ أنور، أرجع معك أو نجي لمرحلة بيروت، وهي المرحلة يمكن الأصعب في حياتك. خرجت من حلب وأنت بعمر صغيرة، بدايات الاحتراف، أي، وما كان يمكن معك مال كافي. لا. أي، وش صار في بيروت وكيف طلعت من حلب أو من سوريا؟ الحقيقة وعمرك يمكن 15 سنة أو أقل. 15 سنة ونص. ابتديت أشتغل أنا بعد ما تخرجت من المعهد وعندي 13 سنة. ابتديت أشتغل عشان أساعد نفسي مادياً، لأن أهلي فقراء، نحن يعني عائلة مكونة من 12 شخص. فبناء عليه جالي عرض من مطرب في ذاك الوقت كان مشهور ومعروف لبناني اسمه محمد جمال، ربنا يوجه له كل خير. فكان يغني آه يا أم حمادة بهذيك الأيام، مشهور. فقال لي أنا عجبتني كعازف، تروح معي أمريكا؟ فأنا طفل صغير ولا أروح أمريكا ولا بتاع، قلت ها أروح أمريكا. قال عندك باسبور؟ قلت لا عندي باسبور، أنا ما عندي لا باسبور ولا شيء. فقال خلاص هذا رقمي، تعال بيروت. فأنا طلعت في عقلي أني أنا ليش مستحمل الفقر؟ ما عندي بهذيك الأيام ثمن الكتب، رغم أنه كانت الدراسة مجانا في سوريا، بس ثمن الكتب أشتري كتب مستعملة مثلا بحاجة 10 دولار بهذاك الوقت، ما عندنا 10 دولار. فقلت أطلع أحاول أشتغل. فلما رحت بيروت تأخرت عبال ما عملت باسبوري، وصلت لقيته هو في بلد تاني رايح الأردن يشتغل. فجلست معايا مبلغ بسيط يعني ما يطلع 100 دولار، فجلست أستنى 10 أيام 15 يوم أنتظر خلاص يئست. قلت ما برجع سوريا إلا وأنا ناجح، ما أفشل وأرجع. فوين أروح؟ افتكرت أني أخوة الفنان الكبير أستاذ الكمان الله يرحمه عبود عبد العال جم زارونا في بيتنا، يعرفوني وأنا طفل عندي 12 سنة 11 سنة معجبين فيه. فكلمت الأستاذ عبود عبد العال، أخذت من ابنه رقم أحد الأشخاص اللي هم أخوة عبود، الأستاذ منير عبد العال وجه له كل خير، ورحت له وفتح لي باب الأمل وباب العمل في بيروت. يا سلام. وكان عندي 15 سنة. هذا كان عام 74 ميلادي. 74. 15 سنة ونص كان عندي. تذكر فنانين هذيك المرحلة اللي قابلتهم أو عزفت معهم؟ طبعا طبعا، يعني ما أنسى أني أنا مثلا اشتغلت مع في البداية أول ما أول يومين اشتغلت مع بدرية السيد، مطربة شعبية مصرية قديمة من اسكندرية كانت غناءها رائع. هذه في البداية. بعدين لما انتقلت بعد شهر انتقلت من المكان اللي أنا شغلني فيه الأستاذ منير إلى مكان آخر كرئيس فرقة. ففي هذاك المكان التقيت بالأستاذ كارم محمود، إذا تسمع عنه، اللي هي السمرة يا سمرة مرة في مرة شغلني هواكي، له أغاني رائعة، هذا فنان كبير جدا. التقيت بشريفة فاضل، التقيت بالأستاذ عمار الشريعي اللي كان مفتاح رحلتي لمصر وبداية النجاح في مصر. عدت حجي على مصر وقصتك مع عمار الشريعي، ظهرت طبعا في برامج تلفزيونية وفي بيروت. هو أي ظهرت ببرنامج اسمه سعيدي، هذاك الوقت كان يقدمه المذيع المشهور رياض شرارة، وابنه الآن موزع مشهور في بيروت اسمه هادي شرارة. فكان يقدم برنامج اسمه سعيدي، فأنا رحت أعمل فواصل موسيقية. مجرد ما عملت يعني فاصلين ثلاثة موسيقيين لقيت ناس عرضوا علي أنه يعملوا لي مايسترو عليهم ويعملوا لي فرقة ويجيبوا شغل، وانتقل أجري من خانة المئات أو من خانة العشرات الليرات في ذاك الوقت إلى خانة المئات. جميل. نجي لمرحلة مصر اللي يمكن المرحلة الأبرز يعني نقطة تحول في حياتك، هذه كانت عام 76 ميلادي. انتقلت إلى مصر والتقيت عمار الشريعي وبليغ حمدي، وأصبحت يعني حياتك أخذت مسار آخر. بالتأكيد أخذت مسار. تحكي لي عنها. أخذت مسار كبير. ذهبت لمصر، يعني رحت لمصر في زيارة لعمار الشريعي، وطلبت منه أنه أسجل 3-4 معزوفات موسيقيات بإشرافه هو، يعني أنا أنتجهم يعني. فجاب لي موسيقيين ورحنا للستوديو 46 في إذاعة القاهرة، وكنا بنسجل الأعمال. بالصدفة يعدي الفنان بليغ حمدي الملحن الكبير في الكوريدور، يسمع صوت الكمان، يدخل لعندي يقول لي حضرتك من وين؟ مين أنت؟ فقلت له أنا فلان من كذا. فقال لي بكرة الساعة 6 في النادي الماسي. قلت له عفوا. قال لي بكرة الساعة 6 أستناك في النادي الماسي. النادي الماسي ده كان النادي اللي الفرقة الماسية أحمد وقت حسن تجتمع فيه. وتاني يوم لما حضرت يعني تصرف ما بينعمل بها زمن وما شفته من أحد، أنه قال لي انتظرت. كانت سيدة وردة عم تعمل بروف تحضنه الأيام. لما خلصت قال لهم لو سمحتوا رح أسمعكم الأستاذ كيف يعزف كمانجة. هذا بليغ حمدي يقول الكلام. فلما عزفت كمانجة
يعني خمس دقائق. قال لهم شو رأيكم؟ قالوا له أستاذ. قال لي بكرة الساعة 8 معنا في الاستوديو حتسجل معنا حضن الأيام. في حد بيعمل هذا الشيء غير فنان كبير وإنسان أكبر؟ الله. يعني شيء مو طبيعي، فتح لي أبواب المجد بأنه أدخل أكبر فرقة عربية وأنا عندي 18 سنة ولا واسطة ولا بعرفه ولا بعرف أي أحد في مصر. الفرقة المصرية الحمد لله. صار في موقف خلاف بينك وبين الموسيقيين في وانت تعزفون؟ لا مش تدخل خلاف. مش خلاف وعدم انضباط مني أنا. ايه؟ أحيانا يعني بيصير مواقف كده ما تقصدها. أنا أول مرة أدخل استوديو مع فرقة عظيمة زي دي وقدامي ومدام وردة والأستاذ بليغ، مشهد يعني صعب. فكنا كانت تغني حتون الأيام في الاستوديو، وكان في هذاك الزمن يعني تعزف ونحن نعزف وهي تغني معنا في نفس الوقت مش تركيب صوت. ففي مقطع فيها تقول فأنا حبيت يعني أنفرد وأعمل يعني شكل جو لحالي. طبعا هذا عدم انضباط عيب يعني. فأنا عملت لقيت واحد من الأساتذة الكبار الأستاذ نصر عبد المنصف الله يرحمه. قال لي إيه ده يا ابني؟ إيه ده أنت بتعمل إيه؟ أنا طبعا اترعبت ما مش عارف أرد. فوجئت بالأستاذ بليغ حمدي أيضا من ذوقه ومن كرمه أنه راح فاتح التوك باك. قال له عم نصر ده ضيفي. فسكت. يلا سكت وأنا تلميت يعني عرفت أنه لازم أرجع للقواعد ولازم أرجع للاحترام. لازم الموسيقى يعني يلتزم بالقواعد دائما. طبعاً طبعاً حتى وإن خرج عن النوتة أو خرج عن الموسيقي داخل الفرقة الموسيقية هو عسكري، عسكري في سربه في رتله في مجموعته، يجب أن ينفذ ما هو في صالح العمل كمجموعة. ما لا يعني ما بينفع أنه هو ينفرد بنفسه. فأنا طبعاً لما انفرد كويس أنه ما لموني، بس أنا أعجبني في إنسانيته أنه يعني عطف علي أقول له خلاص خلاص سيبه حيفهم. طيب خلينا ننفرد فيك الحين نسمع شيء على ذوقك. أحضن الأيام ولا شيء ثاني اللي تحب؟ Mm-hmm.
احتفاء مصر بك، احتفاء بليغ حمدي وانت في عمر يعني مبكر. رغم كل سعادتي بانه صرت عضو في الفرقه الماسيه، لكن في ذاك الوقت يعني ما كنت انا مفكر اغترب، يعني اعيش في بلد اخر، يعني كانت سوريا بالنسبه لي هي بلدي يعني، فبرجع لبلدي. بس كنت سعيد اني عزفت مع الفرقه الماسيه ومع عبد الحليم ومع ورده، عرفت كيف؟ واشتغلت حتى حفله مع الاستاذ محمد عبده في سنه 76 ويمكن موجود ليها فيديو حتى بس لسه ما عثرت عليه. سبب المغادره من مصر؟ سبب المغادرة أنه لسه أنا صغير على أنه أغترب في بلد بقية حياتي، ما أخذت هذا القرار، يعني ما كان عندي قرار الاغتراب، رغم أنه يعني الفرقة الماسية أمل لأي موسيقي، بس ما كان عندي فكرة الاغتراب. ما طولت في سوريا وعدت مرة أخرى إلى مصر، ويمكن كانت هذه العودة اللي خلاص هي اللي استقريت فيها أكثر أو ما يقارب 20 سنة. هذه العودة كانت الحقيقة مرتبطة بزواجي من مطربة سورية مشهورة، أم بنتي ربنا يطول في عمرها أيضا ويعطيها الصحة، الفنانة سيهام إبراهيم. اتزوجتها سورية، وهي والآن بعلنها للملأ هي من الطائفة العلوية، وأنا كنت فخور بها وفخور ببنتي الآن منها. وإحنا كسوريين ما عندنا مشكلة الطوائف ومشكلة يعني العرقيات ومشكلة، ما عندنا أي مشاكل، إحنا بنعيش بمحبة كلياتنا، ما عندنا أي مشكلة مع بعض. والآن بقول هذا الكلام رغم كل اللي حصل. فبناء عليه هي كانت كفنانة رايدة تروح مصر وتعمل يعني تشتغل مع الملحنين الكبار، وفعلا راحت اشتغلت مع سيد مكاوي ومع فاروق سلامة ومع محمد شريف، فطلبت مني أساعدها أني أنقلها إلى مصر. ففي الفترة هي أيضا ما كنت بفكر أترك سوريا، فرفضت واختلفنا أنا وهي. في الفترة هي حصل ضغط علي من انتخابات نقابة الفنانين اللي بنجريها، فهذا الضغط اللي حصل علي من ناحية الانتخابات انه قلبوا الموقف سياسي، وانا ما اتدخل في السياسة ولا عمري اتكلم في السياسة، انا بتكلم في فن وانسانية بس ما لي دعوة. فلما قلبوا الموقف سياسي حسيت نفسي ان انا يعني مندفع الى انه اوقف مع زوجتي واغادر سوريا، وغادرت سوريا ووقفت مع زوجتي، وكنت قايلها انا لو دخلت مصر ما بطلع المرة الثانية. ففعلا دخلت مصر يعني 1984 ما خرجت الى سنة 2003 لما قررت يعني أن أتوقف وأعتزل. إيش أضافت لك مرحلة مصر؟ أضافت لي أشياء كثيرة. أضافت لي أول شيء العلم. العلم تكتسبه من الآخرين اللي حواليك، وأنا جلست في مصر مع عمالقة الموسيقى، مع عمالقة الفن، وعملت معاهم عن قرب، استفدت منهم. في يوم من الأيام لقيت الأستاذ أحمد الحفناوي جالس جنبي على الكرسي، اللي أنا كنت أحلم بصوابعه العسل، اللي هو بيعزف سولو لأم كلثوم، يعني أحلم بصوابع العسل، شو كيف بتنزل العسل هذا الحلاوة دي؟ يعني في أغنية من الأطلال مثلا في سولو كمان بسيط يقول كذا، سولو بسيط جدا. كنت أشوف أحمد الحفناوي يعزف وأحس إنه يعني الحلاوة بتشر من صوابعه. فأدور المكنة اللي كان في مكنة بكر كده ربع بوصة، أحطها على البطيء، التسجيل هذا المكنة التسجيل أخويا، أحطها على البطيء عشان أشوف كيف بيحرك أصابعه. ففجأة شفته في مصر جالس جنبي. يعني يوم ما توصل أنت هذا المستوى اللي تتعلم من الأستاذ حفناوي جنبك، وتتعلم من هاني مهنا جنبك، وتتعلم من الدكتور رضا جنبك، وتتعلم يعني تتعلم من زمايلك اللي سبقوك واللي أكبر منك، انت بتكبر بيهم هم يكبروا بيك. فانا وجدت انه علاقتي بمصر، انا اصبحت بجد موسيقي مصري، موسيقي مصري بكل جوارحي، وفي نفس الوقت انا مواطن سوري، ما اقدر اكون الا مواطن سوري. جميل ابو عبير. يمكن الفن لا هويه له. بالتاكيد بالتاكيد لا هويه له، لاني انا بعتبر نفسي الان بعتبر نفسي موسيقي مصري، فنان مصري، مشاعري وعلمي المصري وعزفي وكله تابع لمصر كثقافة تعلمتها وسطيهم، وفي نفس الوقت أنا لا أقدر إلا أن أكون مواطن سوري بحكم انتمائي لوطني وأهلي. جميل. نختم محورنا هذا بشيء من مصر، سواء كان عبد الحليم أو أم كلثوم إذا حبيت، اللي يعجبك. تمام. أنا بسمعك أغنية لأم كلثوم لها علاقة بمحبتي للكبير بليغ حمدي، ولها علاقة بمحبتي لأم كلثوم، ولها علاقة بمحبتي أيضا لكاتب الكلام الأستاذ عبد الوهاب محمد. الأستاذ عبد الوهاب محمد
اللي عمل الكلمة الجريئة اللي بتقول حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه. الله. أنت عارف قبل معنى الحب إيه؟ الله. أستاذ أنور، نجي معك للأغنية الخليجية، تجربتك مع الفنانين الخليجيين، ويمكن كان
أولهم أو أول فنان كبير تعاملت معه كان الفنان محمد عبده. بالتأكيد. لما تفضلت قبل شوي. بالتأكيد. بالتأكيد. عام 76 في مصر. الحقيقة الأغنية الخليجية أثبتت نفسها بعد جهد جهيد وكبير من فنانين كتار. منهم الأستاذ محمد عبده، منهم الأستاذ طلال مداح، منهم الأستاذ عبد الكريم عبد القادر، منهم الأستاذ يعني خالد الشيخ في البحرين، يعني في عدة بلدان كان في نجوم للأغنية الخليجية أرستها في مراسي الفن العربي بجدارة. بعد ما كان في عندنا عبد الوهاب والصنباطي وأم كلثوم والكلام هذا، صار في عندنا أيضا خليج عم ينتج موسيقى وفن وأغنية. أنا الآن في هذا الطور الحالي أنا قلق على فيما بعد أنه نحن ابتدينا نبتعد، نخسر الأغنية الخليجية بطعمها المميز، بإيقاعاتها اللي أدهشت العالم. يعني أنا واحد من الناس لما كنا نطلع المسرح في يوم الأيام يعني كانت تبهرنا الإيقاعات الخليجية وترعبنا وتتعبنا، لأنه إحنا ما متعودين على الإيقاعات المختلطة القوية اللي لها شكل ولها هانك معين. فكنا نرتعب كموسيقيين كبار في نفس الوقت إحنا قد الحمل نقدر نشيل، لكن كانت شيء مميز جدا الإيقاعات الخليجية. الآن دخل الدرامز الإيقاعات الخليجية كما دخل الأورج في الموسيقى العربية وخربها، فدخل الدرامز الآن في الموسيقى الخليجية. صرت أسمع الآن للأسف لي شهرين ثلاثة أسمع الموضة الجديدة اللي طالعة في الأغاني الخليجية أن الدرامز يعمل الديسكو اللي هو بوب 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 طول الأغنية ماشية والبيز درام تا تا تا. طب مش الأغنية الخليجية دي خلاص، وتنسوا الإيقاعات، سبع إيقاعات خليجية اللي جالسين جنب الدرامز ما عادوا مؤثرين كلهم الدرامز. وعلى المسرح يطلع الدرامز سبع إيقاعات يعزفون، سبع أنواع من أنواع الإيقاع، والدرامز أصلا سبع أنواع، والإيقاعات الخليجية سبع أنواع، يعني 14 إيقاع على المسرح. وللأسف الدرامز عمره ما حيعرف يعمل الهنك الخليجي في الضغط الإيقاعي، فأنا خايف على ذلك. وأتمنى أنه يعني الناس المهتمين في الخليج يهتموا بأنه يكون في حماية لهذا الكلام للأغنية الخليجية والعربية حتى تمشي في طريق حرام تعبوا عليه اللي قبلنا كتير. جميل. طيب محمد عبده أول ما قابلته علاقتك معه، وأنا أعرف أنه يعني في قصص بينك بين محمد عبده أيضا الراحل الله يرحمه طلال مداح. أكيد أكيد. محمد عبده لا زال بالنسبة لي يحظى على رقم واحد في الاهتمام والحب والتقدير، لأني تعاملت معه عن قرب بشكل شديد، وفنيا وإداريا هو فنان مرتب ومنظم، فنان رائع ومبدع، وفي نفس الوقت إداريا هو مدير خطير في أسلوب تعامله، حتى في أسلوب تحصيله المعلومات، يعني بيحصل منك المعلومة اللي يريدها بكل ذكاء وبكل بساطة عن طريق سؤال بسيط ويسألك وخلاص خده وجوابه، شكرا جزيلا. إدارة مش طبيعية الأستاذ محمد عبده لفنه ولأسلوبه في التعامل. جميل. الراحل طلال مداح، الراحل طلال مداح كان عبارة عن كل ما الناس زي ما الناس تعرفه، هو عفوي وبسيط وطيب وحساس في الغناء، لكن احنا نقول عليه اللهوي، يعني مع الله يطلعها زي ما تطلع بإحساسه وبطريقته بمزاجه بوقته، فالناس حبته عشان هذا الكلام، وانا واحد من الناس اللي حبوه لبساطته ولتلقائيته في الأداء، لكن ما كان عنده إدارة إطلاقا، لا يعني مسألة الإدارة ما يهتم بها، هو مهتم بأنه هو فنان. ففي أمريكا وفي أوروبا دائما للفنان المفروض في إدارة، فباعتبار أنه ما عندنا في بلادنا هذا الكلام، يمكن في الفترة الأخيرة صار عندنا، أصبح أكثر. أي. في موقف بينك وبين الله يرحمه طلال مداح لما أعطاك أغنية جمرة غابات، يعني في يوم من الأيام زعلت على موقف حصل، أني الأستاذ طلال بعت لي سلمني شريط كاسيت قال نبغى نوزع الأغنية هاي، فأخذتها سمعتها، الله الكلام جميل، اللحن جميل، وأداء الأستاذ طلال كان قاتل، كانت جمرة غضا، فعجبني الأسلوب اللي كان غني فيه، يعني كان جمرة غضا أضمها بكفي أضمها حيل 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 أضمها حيل أبي الدفى لو تحترق كفي وبيصفر لليل ليل ليل وبيصفر لليل بردان أنا تكفى
أبحترق أدفى لعيونك التحنان، لعيونك المنفى لعيونك التحنان، لعيونك المنفى. الله. فكانت الجملة دي مع الكلام مع التعبير بتاع الأستاذ طلال، طبعا غير أدائي يعني، أنا أدائي يدوب بحاول أديها سولفيج يعني، لكن إحساسه بتاع أثرت فيها جامد. فوجئت في يوم من الأيام أني الأستاذ محمد عبده بنعمل بروفات الأغنية يعني، يمكن في نفس التوقيت أو قبلها أو سجلها، ما أعرف يعني، ما أقدر أقول مين سجل قبل مين. فانسحب مني هذا الموضوع وما نفذت الأغنية، وبعدين شاهدتها موجودة أني نفذها الأستاذ طلال مع حد تاني في توقيت تاني، ما أعرف عن التوقيت، لكن هذه الأغنية يعني أثرت فيها، وكنت كان يهمني أني أنفذها له. فالله عوضني بأغنية اسمها جرح تاني للفنان الحقيقة طلال باغر الملحن، وكانت كلمات سعود الشربتلي، وكانت أيضا أغنية معادة يعني، اتصلوا فيني أنه نريد نعيد تسجيل الأغنية هذه لطلال مداح، لطلال مداح. فدخلت سجلت جرح تاني مرة أخرى، والحقيقة الأستاذ طلال باغر كان يوميها مريض صوته ما قادر يسجل الجايد، فقال لي أستاذ أنور كيف نساوي في الجايد، فقلت له أنا بسجله. فدخلت سجلت الأغنية بصوتي عشان الأستاذ طلال يسمعها باللي حصل فيها يعني في التسجيل، وكانت دخل غناها الأستاذ طلال مداح، وكان من أروع الأغاني اللي أنا بعتز في توزيعها. جميل. طيب نسمع شيء لطلال مداح إذا تحب، أنا أترك المجال لك. حاضر. أنا أحب أسمعك أغنية الأستاذ طلال مداح صدق ولا أحلف لك. ومعلش أنا يمكن الناس تشوفني بحط نظارة عشان لازم أقرأ النوتة، إذا ما كنت محضر الأغنية أو حافظها، وإحنا تعودنا كعازفين محترفين، وحتى الآن حتى المطربين في الحفلات لو أنت تلاحظ بيحطوا ستاند وعليه الكلمات عشان يفتكروا، لأني فعلا بيبقى عمل ضخم أنك أنت تعمل ميموري كتير، فبالتالي عندنا ستاند اليوم ما لقينا ستاند، فعملنا أحلى ستاند بوجودك إن شاء الله، فنعزف أصدق ولا أحلف لك. Thank you.
هو عبير قررت مؤخرا انك ما تعزف مع مطربين. قررت ما اعزف مع مطربين لما اصبحنا كموسيقيين ديكور. كيف اصبحنا ديكور؟ للاسف احنا الموسيقى العربيه كثير بنحاول نقلد الموسيقى الاجنبيه، لدرجه انه احيانا بيطالبونا انه ليش ما توحدون الاقواس وانتم بتعزفوا الكمانجه. يريدون مننا نعزف زي الغرب، يريدون مننا نعمل اوركسترا كبيره. ام كلثوم كانت تغني مع تخت شرقي 5 عازفين فقط، قانون وناي ورق وكمانجه وعود، وكان هذا التخت العربي هو الموسيقى العربيه. انا ما اقول اني ما نتطور، جاء احمد فؤاد حسن صار الفرقه الماسيه فرقه رائعه، لكن تعزف اللحن الوحادي. لما صار في توزيع بعدين صرنا نعمل توزيع بسيط. الان انتقلت المساله لمساله عدد. في الفتره الاخيره ابتدت تنعمل حفلات يريدون 30 كمانجه 40 كمانجه عشان يصيروا زي الاوركسترات الاجنبيه. طب احنا الموسيقى العربيه مش موسيقى اوركسترا، هي موسيقى لحن احادي، ما عندنا هارموني. ابتدوا عايزين يحطوا هارموني ويعملوا لنا شكل بيبتعدوا فيه عن الاغنيه. عشان كذا انت اخذت موقف يعني. لا مش اخذت موقف، صاروا يجيبونا الحقيقه بشكل يعني لو اقول لك تضحك. مع احدى المطربات يعني اللي انا اشتغلت معها في حفله كانت تريد 30 كمانجه. مين هذه؟ يعني اعذرني اني ما احدد اسمها، ويكفي اني اقول اني مطربه فتريد 30 كمانجه. فاحنا سجلنا يعني جينا عملنا البروفات كان عددنا تقريبا 25. فلما جينا نشتغل بال 25 سالت هي قال ما كملوا 30؟ قال لا، قال لا اريد 30. فراحوا جابوا لها 5 موسيقيين في البروفه الاخيره اللي هي البروفه الجنرال بتاعت الصوت يوم الحفله، لانه خلاص يعني ما في وقت. فجابوا لها 5 موسيقيين، جم 5 موسيقيين طبعا ما قدروا يحصلوا اصلا على العدد المطلوب، فجابوا 5 كذا من شباب زملائنا طيبين وعزفوا معانا مش عارف ايه. يوم خلصنا الحفله لقيت نفسي انا عازف مع الفنانه هاي وصلتين، كل وصله ساعتين يعني 4 ساعات عمل على المسرح وثلاث 4 ايام بروفات بالساعات الطويله، وفي الاخر لقيت نفسي خدت اجر يعني ما يعادل انه الاغنيه الواحده اللي انا صورتها فيديو اوديو يعني ما تعادل حتى 100 درهم، رغم اني انا بسجل اغنيه صوت بس في الاستوديو بسجلها ب 600 بس. فيعني فلقيت نفسي اني صرت عدد، صرت رخيص لهالدرجة. يعني شو اقول بعد؟ اقول شيء اكثر؟ شو اقول بعد؟ اني صرنا مجرد عدد، صرنا مجرد عدد، ان يريدون عدد فخامه وضخامه. الاشياء يعني المفروض الاشياء يعني العبره بالنوعيه بالكيفيه، العبره بالتقديم. احنا كنا زمان كان الاستاذ محمد عبده والله يطلب مني بالاسم، اسماء الفرقه اعرفهم واحد واحد، اريد فلان وفلان 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 يكونوا موجودين في فرقته. الان مين المطرب اللي عنده فرقته ويعرف اسماءها؟ مع احترامي للجميع. طيب ممكن نشوف لك تقدم حفلة خاصة فيك موسيقى بدون غناء؟ والله أنا أسعى إلى ذلك وأتمنى ذلك لسبب، لأني أتمنى من جمهورنا العربي، جمهورنا الزواق، جمهورنا المثقف، جمهورنا الواعي. عندنا شعوب عربية تحب الفن جدا، تحب إحنا عندنا شعوب عربية محبة للموسيقى، محبة للذوق. فأنا أتمنى انه يصير عندنا زي اوروبا انه حفله موسيقيه لا يتخللها مطربين، حفله موسيقى فقط، او على الاقل اتمنى انه يعطوني فرصه انه اكون موجود في الحفلات اللي غنوا فيها المطربين، اقدم فقره موسيقى فقط، موسيقى وفيها معي بعض العازفين. يعني مثلا يكون معي 4 5 عازفين وانا كماني اؤدي ما اللي بيقوله المطرب، بس موسيقى حتى نستمع للاحساس. وانا بعزف دائما اوحي لك ان الكلام موجود بأسلوب أدائي وأسلوب عرضي للموسيقى، أنا بخليك تحس أنت الكلام وتشعر وكأنك أنت تتخيل الأغنية وتغني مكان المطرب في داخلك في الأمجن بتاعك، يعني في المخيلة. لكن للأسف في بعض الشعوب الآن بتغني بدال المطرب، يعني يطلع المطرب على المسرح عشان يغني عايزة تثبت له حبها فتغني هي، تخلي المطرب ما يغني هي تغني، الجمهور يغني. حلو ان الجمهور يغني ورا المطرب، جميل، شيء رائع في التعبير عن انه محبتهم لي وحفظ اغاني. لكن الاجمل، الاجمل ان تستمع الى الموسيقى من غير صوت وتتخيل نفسك انت تغنيها وانت جالس على الكرسي من غير ما تغني، تتخيل نفسك انت المطرب. جميل. طيب الكمان الساحر اللي معك كم عمره هذا؟ هذا الكمان عمره 312 سنه.
كمان رائع تماما بصوته وبشكله بخشبه وبحالته. يعني انا سعيد جدا بهذا الكمان, ويعني بشكر عن يعني في هذا البرنامج بشكر الشخص الكريم الاماراتي اللي اهدني اياها, صديقي عمار العامري. يعني رغم انه انا وياه تعاوننا على كسبه من مزاد وراحت منه في المزاد ولحقنا اللي اشتراها جبناها, لكن في الاخر يعني قال لي كلمتين انا بعتبرهم يعني هديه رائعه, اعظم هديه تلقيتها في حياتي. لما قلت له خد شيك على بياض خدها, فقال لي لا انا ما باخذ فيها فلوس لاني حرام تكون بين في ايد حدا تاني غيرك. الله, فاشكر على هذه الهديه فعلا. كمان ماتياس البانوس 1706 كمان رائعه الصوت وقيمتها لا تقدر بثمن بالنسبه لي, وما اعرف يعني اذا بالنسبه للاخرين كانت تستاهل. ابو عبير, وانا سعيد جدا بهذا اللقاء, شرفتني اليوم في وينك حقيقه. اشكرك يعني الشرف لي اني اكون معك, لاني يعني اول ما دعيت لبرنامجك الحقيقه يعني انا كنت في مرات حصل اني تابعته كده عن طريق الصدفه, لكن لما دعيت فطلبت من الاخت اللي تعد البرنامج ان تعطيني بس روابط كده عشان اطلع على البرنامج. فالحقيقة أزهلني البرنامج بالأشخاص اللي كانوا فيه الضيوف, لأنهم كانوا مختارين بعناية ومحترمين تماما وعالين المستوى فنيا. هذا شرف الأستاذ أنور عبد الله, الفنانة ابتسام لطفي. يعني لقيت حلقات مميزة, وأكثر ما عجبني فيه مش مجاملة لك, لكن حضورك المخفي الحاضر المسيطر على إدارة الحوار بطريقة رائعة, وأنا كنت سعيد بين يديك وأنت يعني بتديرني يمين وشمال. بالعكس, انت اللي سعدتنا اليوم. والله انا سعيد بك, رحنا معك واماكن كثيره يعني مع بالعكس يعني انا بالنسبه لي ما كثير بعمل لقاءات, يمكن هذا اول لقاء مهم بعمله في حياتي. بوجودك وبوجودك وبعد اختفاء عن الساحه اكثر من 15 سنه, فانا طبعا مبسوط جدا وسعيد وشاكر لك, شاكر لروتانا الخليجيه ان اعطتني هذه الفرصه, وان شاء الله تكون فرصه مثمره. شكرا لكم جميعا. تستاهل, اكرمتنا بهذا اللقاء واكرمتني شخصيا بحديثك واشادتك اللي اعتبرها شهاده لي. اسمح لي اطلب نختم بشيء لمحمد عبدو. حاضر. حاضر. سمحت. نختم لمحمد عبدو. تحب نعمل لنا الله ولا ما عاد بدري؟ ما عاد بدري. ما عاد بدري.